حرصت الأسواق التجارية في مختلف أنحاء مملكة البحرين على توفير العروض الرمضانية وبأسعار وعروض تنافسية خلال شهر رمضان الفضيل. هذه العروض الترويجية تتيح المزيد من الخيارات أمام المستهلك مما يرفع الرغبة الشرائية لديه. عروض متنوعة وحصرية تقدمها أسواق الهايبر ماركت في البحرين استعداداً لاستقبال الشهر الفضيل، وينتظرها المستهلك لما لها من دور في رفع الرغبة الشرائية بما تتمتع به من أسعار تنافسية وجيدة. في عروضاته السنوية الرمضانية بشكل كبير جداً، التركيز القوي على المنتجات الرمضانية بشكل أكبر وتخفيضها وتسهيلها للمواطن، توصل له بسعر مخفض وكل شيء والحمد لله متوفر. كلها يعني توفير للعميل لما يخرج بسلة، سلته اللي هي سلة المشتريات كلها أصناف مخفضة. احنا زي ما ذكرت لك انه دشينا على جميع الأقسام أو جميع متطلبات العميل وسوينا فيها عروض وبرموشنات. رمضان يعني شهر مبروك، الناس تستانس فيه ويشترون أسعار كلها حلوة، وقدر كل واحد ما يقدر في الأيام العادية يحصلها زينة في رمضان ومتياسرة يعني. شيء هذه يعني يشكرون عليه الصراحة بعض التجار، والله العروض السنة تشوف عروض جيدة. وفي عروض يعني تناسب مع الشهر الفضيل. والله العروض في يعني السوبر ماركت في على شتى مملكة البحرين خصوصا في رمضان وقبل رمضان تكون جدا مناسبة، ولو كانت بنسبة بسيطة ولكن تفيد يعني أكثر الأسر في مملكة البحرين، بحيث أنه يأخذون كمية كثيرة تمام وتوفر عليهم نسبة من يعني التوفير سواء قبل رمضان أو في رمضان. العروض اللي معروضة يعني من برادة لبرادة، من مجمع لمجمع تختلف، بس الحمد لله يعني الواحد يقدر يأخذ يقدر يشتري، يعني ما أقول لش ما يقدرون، أحسن شيء إن الواحد ينقي الأشياء اللي هي عجبته، والحمد لله يعني كل العروض في كل محل تروحين مناسبة. أحكي لهم توزو خصوصا حين شهر الفضيل وفي خبرش عن حق طبخات وحق عفسه لازم، فوايد ممتاز احنا عن هكو من محل لمحل نشوف المناسب لنا وناخذه. هذه العروض الترويجيه التي يتم طرحها في هذه الايام المباركه على مختلف انواع السلع تعود بالفائده على المستهلكين خصوصا وانها تقدم خصومات على سلع معينه بالاضافه الى الهدايا التي تقدمها الشركات مع منتجاتها. العروض التوفيرية هذه احنا ننتظرها يعني تكون في رمضان، تغطي احتياجاتنا وتوفر لنا الاشياء اللي نحتاجها طبعا بالاسعار اللي تساعدنا يعني وتغطي لنا اللي نحتاجه كله في البيت. رمضان يعني شيء طيب يعني ينزلون يعني لا بأس يعني الاشياء الاستهلاكية مثل العيش مثل هاي كل شيء عصير شربات كل شيء جلي يعني لا بأس اسعارها زينة متناول الجميع. المستهلك اليوم أكثر حرصاً على متابعة العروض التي تطرحها منافذ البيع المختلفة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، خصوصاً وإنها رفعت جانب المنافسة بين التجار، بينما أتاحت للمستهلك المزيد من الخيارات في شراء مستلزمات شهر رمضان. عروض رمضانية بأسعار تنافسية تطرحها أسواق الهايبر ماركت في البحرين على مختلف السلع، والتي تسعى من خلالها إلى توفير منتجات متميزة ذات جودة عالية مرتبطة وبشكل مباشر بالشهر الفضيل. خولة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.